حنا ما عايقينش فيه، درنا الفطور ما ضاحكي لا علينا، تا هزمت موس وبدا يضرب، بدا يزايدر فيهم، هو كيتهدد عليه يقول لها نقتلك ونموت، كانوا ناقرين مع بعضياتهم، كانت صوتها، كانت صوتها وجات عات وقعت هي دايرة عليه، قالت لي ماك تضربني، وهو تحلف عليها، عندها الوليدات، جوج وليدات وبنية، جات تفطر عندها تيضربها. يعني ما عنده تعرق بها؟ لا ضربتها بنتي الاخرى تاع العنكرة مشات للسبيطار معاهم معاهم انا تخلعت وليت عند كبكب ما بقاش صافي بنتي ضربه وحده خشافه على البوص طاحت هذيك الساعه ماتت خلى لها الوليدات يقول لها وليدي يا ماما ماما فيقي يا ماما داك الصغيور وزايده راه تسكع خلى لك العذاب وليدي هذيك العذاب وليدات الصغار وانا مريضه ما قاداش عليهم اللي كنعرف في هذه القضيه هي ان السيد صديقي اتصل بيا قال لي جي راه واحد المشكل هو اللي كان جاي من الخدمه كيسمع الغوت جاي من هذا الاتجاه هنا نيت وسمع الغوت وداك الشيء جا كيجري تيبان ليه السيد كيغوتوا العيالات وهذه جا بغى يفرع بها ما قدرش هو يطلع من عند الجيران طلع عنده السيد هرب طلع للسطح بقى كيتحاور معاه وكيهدد فيه كيقول لي غادي قالت لك سير انا مع مرتي انت ماشي شغلك انت هادي انت ماشي شغلك شويه هو يتلح عنده بغى باش يدير هو ينقز هذاك ديال القنبه ديال الكوردو ورابطه في واحد الجعبه بغى ينتحر باش يدير هو يقطعوا لي من تلاح قطعوا لي الدراري القنبه ديال هذا صافي هو يطيح طيح تهرس وداك الشيء نزل عليه نزل قال لك والاخرى اللي ضربها هنا نسيتها الدم وداك الشيء شويه دار هذاك نسى التوني ديالو وداك الشيء والوالي على العنق ديالها وجات تجدات بالاسعاف هذا الشيء اللي كاين اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله